à bientôt au Caire et merci beaucoup. خدني معاك في طريقك بس. ايوه انا واخدك معايا. ايوه انا واخدك فين؟ تروح فين؟ انا قدام شويه بس كده. قدام شويه؟ اه من سكتك. سكتك؟ اه. شارب ولا حاجه؟ يا حاجة اتفضل اتفضل. تعال تعال خد يا ابني. تعال يا حاج اركب اركب. ايه بتنهاجي ليه؟ انت بتجري في التاكسي ولا ايه؟ تعبان عليك يا ابني. التاكسي بيموت يا حاج. التاكسي بيموت. وانت منين اصلا بقى؟ من المنصورة. ناوي النبي طبعا. عشان كده وشك بسمسم مش بعكس. حبيبي ربنا ما شاء الله يعني. خد ولا ولا يا يا باشا يا ابني. 100 مره اقول لك ما تجريش على السلم. هذا ولا ما تنسيش تاكلي كل السندوتشات بتاعتك. ها وبطلي رغي مع اللي جنبك. مش عايزه كل يوم شكوى يا بنتي. قلت لك مليون مره ما تجريش. حقع ساره. فين البوسه بتاعت نور؟ صباح الخير. سلام. باي. ايوه يا مستر شوقي. ربع ساعه بالظبط وهكون عند حضرتك ان شاء الله. مسافه الطريق والله. الله حافظ. بس حلو الابيض على فكره. الجديد جديد يا حماده. اه هو اللي شغاله محمد حسين. خلينا احنا عم في الابيض والاسود زمن التاكسي الجميل. ربنا يكرمك. يلا صباحك ورد. نارو قشطه قشطه. محمد حسين عمل معاه ورد. حنا صباح الفل حماده. نارو ابيض. صباح الفل ابو نور. صباح القشطه. صباح القشطه يا ريس. يلا صباح ورد يا ريس. بتاعك ورد ان شاء الله. بالكفايه. نعم. هموت في سبلفاية. هتموت في سبلفاية؟ ايه السبلفاية دي؟ سبلفاية. عايز استروكس. عايز استروكس؟ اه. فتح علي مرزاه يا كريم. عايز استروكس. يا عم اهدى شوية على الصبح. طيب والسلاح ده بقى؟ مش عايز يفتح ليه؟ اهو هات. اهي اهي اتفضل. انت صايع بقى. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ايمان. صباح الخير يا استاذ حسن. عايزك تطلع دلوقتي حالا على العين السخنه. هتجيب مستر توفيق وكلم مص علي خليه يجيب الفوج الجديد بسرعه. لوست علي راح الغردقه على حسب ما عرفت يا استاذ ايمان. ولوست ابراهيم لسه عيان. الله امال مين فاضي؟ مفيش ولا سواق فاضي. كله ركب خط سير. طب روحوا دلوقتي وانا هتصرف. يلا بسرعه. اوكي. اوكي. انا اللي مره بعمل له لما روحتش يا زمان. ولا بتركنه في الدولاب ولا ايه في ليلتك السودا دي؟ لا ده انا ممل شويه. مململ؟ عايز استروكس. اه وصلنا. وصلنا مدان استروكس نفسه. رخصك. رخصك يا ابني. خلص يا عم. عايزين هات الرخص. يا ابني بكلمك انت. لا مؤاخذه يا باشا. طول دماغي من الصبح وخدني في حوارات يمين وشمال. رايح فين ده؟ ده هوديه ميدان استروكس. نعم يا اخويا. ميدان ايه؟ والله هو اللي بيقول. اساله سعادتك. رايح فين يالا؟ استروكس يا باشا. استروكس يا باشا؟ نعم. قطعتك يالا. اتفضل يا باشا. يخرب بيتك. انزل يالا. هاتوه. قول لحنان كل اللي انا بجيب سبلفايه ليا وسبلفايه ليه. حنان كل سبلفايه؟ اه. وهاتوا لكم انتوا الاثنين سبلفايتين مع بعض. اجيب لك سبلفايه معايا؟ لا انا لابس سبلف. اطلع يا ابني خد شاكين يا باشا. يلا. طب البونديره سعادتك. يلا طب اصلح المرايه دي. حاضر يا باشا. يلا ده انا لسه معلش العربيه خافت بس. طب يلا صلاة على النبي. وسع يا ابني. يلا شاكين يا باشا. تنساش. حاضر يا باشا هصلحها والله. لسه حد خبطها لي.
معلش انا عارف انها صيانه وامن ومتانه يعني. محتاجين كراسي زياده، العدد زاد والبروجيكتور فيه مشكله، عايزك تحلها لي وبسرعه. هبقى اكلمك بعدين اطمن. باي. لا يا فندم انت عارف انا مش بتاع عزيز. ايش يا ابو دكتور؟ وب وب ده انت هتتبسط قوي، انت لسه شفت حاجه؟ عارف يا حماده، انا لما سبت مصر كان التعداد 20 مليون. 20 مليون ايه، في الشهر ولا في ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه زياده السكان اللي بتحصل دي. الكهرباء بتقطع كتير. ايه علاقه الكهرباء بالتعداد؟ بص يا باشا، الكهرباء لما بتقطع هم بروحهم ايه، واخدين بعضهم ويخشوا يناموا، بيتقابلوا مع بعض في لحظه حلوه. اللحظه دي الحاجه الوحيده اللي موجوده في قلب بيتهم من غير فلوس، فبيعيشوا لحظه حلوه على حسابهم من غير ما يدفعوا مليم. لا 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 حماده، حماده البلد دي عشان تقف على رجليها عارف عايزه ايه؟ رجل صناعي. لا امال ايه؟ عايزه ناس بيحبوها زيك وزي العيال الصيع اللي في الشارع دي، عارف دي في اوروبا كانوا ضربوهم بالنار. بالراحه بس يا باشا، بالراحه شويه، ضربوهم بالنار، هاند بريك شويه. ضربوهم بالنار ليه؟ الناس دي يا باشا اهاليهم واكلها متغمزه جوه مغطيه بالهواء، الواحد منهم بيخلف عيل واثنين وثلاثه واربعه ليه؟ تفتكر يعني عشان خاطر يبقى في عزوه وانا ياما هنا وياما هناك واوعى؟ لا، تعليم نظارات وادب واخلاق برضه ما ياكلش، انما بيخلف عيل واثنين وثلاثه عشان خاطر ينزلوا يصرفوا عليه وياكلوه. انت بس مش شايفهم عشان مش عايش عيشتهم ولا شايف دنيتهم. انا مش شايف دنيتهم، انا ما عشتش عيشتهم. ايه ده بس بالراحه، مرفوض انا كده ولا ايه؟ 12 الظهر تكون عندي هنا، فاهم؟ حاضر يا باشا. شيرين. شيرين مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. الله، ده قصيني الباشا. الباشا قصيني. ولاد امي لسه جاي دلوقتي من اسكندريه. اوعى. انت بتروح قضيه. لسه راجع من اسكندريه دلوقتي. اسكندريه؟ لسه راجع. طب كنت خرجني وخلي المصيف عليا. انا قلت لك انا عايز اصيف، انا ما بعرفش اعوم. انا هخليك تغرق في دمك بقى. هدى. ارمي سلاحك يا عم هدى. حمادة. العقد يا حمادة، العقد يا ابن خالتي. احنا جيران. ايه؟ 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 انت بترفع السلاح على ابن خالتي؟ عيب. مفيش جيران يرفعوا سلاح على بعضيهم. عيب. السلاح ما يترفعش على الجيران حتى لو كانوا من اليابان. ولو كانوا من ارض النعام. ياخد البيض وينام. ايه؟ في ايه اللي حصل؟ ها؟ ليك حق هتاخده، احنا لينا حق طبعا مش هناخده. عشان خاطرك يا حماده يرضيك يبقى واخد 1000 بلبل عشان يحضر وفي الاخر ما يجيش. 1000 بلبل؟ اه. فين البلابل بتاعته يا بلابل؟ ايه يا حماده؟ فين البلابل يا اسطى؟ خلينا نخلص، انت مش بتاكلوا في العصافير انتوا الاثنين؟ عصافير يا حماده؟ مش المشكله دي بينكم وبين بعض عشان بلابل وعصافير؟ بلابل يا حماده، جنيهات. الباشا واخد 1000 بلبل عشان يحضر الجلسه وفي الاخر ما جاش. اه، 1000 بلبل يعني 1000 جنيه. اه. طب وطلباتك؟ ال1000 بلبل. انت عايز ال1000 حته واحده؟ عايز ال1000 حته واحده، ويعوض ربنا عليا في الحبسه. ماشي، تشكر ومردود لك. اتفضل. اتفضل يا عم. ايه يا حماده في ايه؟ وانا على ايه منك ولا من اختك ولا من عمتي ولا من العيشه ولا من القرف ولا من ايه؟ مش فاهم انا. في ايه؟ وانت فين انا اللي مجل على باب كل حاجه انا؟ الله، في ايه طيب؟ هات ال1000 بلبل اللي انت خدتهم منه، ال1000 جنيه. معلش انا 800 بلبل. 800 بلبل؟ اه. يا انت مش لسه راجع من قلب القضيه، وقضيه متريشه وزي الفل، ايه اللي حصل؟ فين الفلوس؟ متريش يا حماده؟ ده الراجل خد اعدام. مين؟ المحامي؟ لا، الراجل اللي كنت بترافع عنه في القضيه. الله يخرب بيتك على سنينك السوداء بوشك اللي انت قاعد عليه ده. اه. هات ال 800. والله. حموده. يا حماده. خمسه يا زميل. 800 بلبل. 800 بلبل؟ اه. وال 200 بلبل؟ اسألني فيهم بكره. باختصار الموضوع هيبقى معاك. معايا انا؟ اه، الحوار كله.
طب روح الله يسهل لك. روح تبرر له كده ليه؟ لا بوري له بس العين الحمراء. الحمراء؟ لا بوري له العين السخنه. وبطلطش عليه ميه يا حموده ابو ساعده. جنش انا متهيألي ليه عندك 600 جنيه؟ مبسوط انت من طرطشه الميه دي؟ والله مسكت له عشان ركبت حماده. دمر مطك ياض. بس انا هاخد حقي بالقانون. هتاخد ايه؟ حقي بالقانون. اطلع 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 اسماعيل. طيب. اقعد في اي دولاب او اي درج. طيب طيب. اطلع. حماده. يا باشا. ده بيتي القديم. انا اتربيت هنا في الحته دي في الحاره دي. ياه. حتى البيوت بتعجز زي البني ادمين. عارفه ايمان؟ ايوه. شايفه الباب الخشب ده؟ شايفاه. ابويا بقى كان يقفله بالمفتاح عشان ما اخرجش العب. انا اعمل ايه؟ انط من الطاقه الصغيره. اول ما العيال صحابي يصفروني انزل العب الكره الشراب معاهم في الحته دي. من فضلك ممكن تاخدي لي صوره كده مع الذكريات دي؟ يا بس كده من عينيا. بس استاذن بقى حضرتك تيجي تقف ورا الباب ده عشان اجيب لحضرتك بقى ذكرياتك القديمه. هنا يلا. عارف يا باشا انت عايز صوره ازاي وحضرتك بتنط من الفتحه بتاعت مجرى العيون دي. تليفون حضرتك بيرن. هلو ويلوجين. نو 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 جو سويت تري كونتون ايسي. وي الصغير عليك دي اونكل ولا ايه؟ عدى يا عم. انت بتديني القلم؟ ماشي انا اوريك مين ابن ام حسن. فرجني مين ام حسن؟ اجري هات لي ام حسن. ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا مش عايزين مشاكل، انت مش شايف الواد شكله صايع ازاي؟ انت مش شايفاه بيلقح عليكي بكلام ازاي؟ على فكره مش بيلقح عليا لوحدي، بيلقح عليا انا والدكتور شريف. ما يهمنيش في حاجه دكتور شريف. ماشي يلا. اتفضل يا باشا. شكرا. هو ده السبع اللي شاف نفسه عليا. استنى يا حماده. بيستغرب وبيديني من القلم وانت من الناس. هو ده؟ اه هو ده. تعالى يا حماده مش عايزين مشاكل. خش انتوا العربيه بقى. بعدين اسمع كلامها. ارجع يا حماده مش عايزين مشاكل. ايه ده ايه ده؟ يا عم انت عايز ترقص معايا ولا ايه؟ انت طلع اسمك حماده. انت ايه بتمضغ سنانك ولا ايه؟ وإن حقيقي ايه يا راي؟ ما تقوليش يا راي. ليه؟ عشان بتضايق. لا ألف سلامة ما أقدرش أضايقك. ده أنت شاي بقى يا حمادة. أه شاي. شاي ومن الزرايب وماليش قرايب. الله يرحمه. وأي منطقة تبقاها برجلي ترابها يعشق يا جزمتي. والوحشي منين؟ عزبة أبو قليطة. هو الوحشي منين؟ تاني أنت فاقد الذاكرة ولا بتعيد الخناقة من الأول؟ لا فاقد الذاكرة. لا ارجع لرشدك بقى. حمادة ارجع. هات له كرتون البيض. ارجع يا حمادة. يلا يا مش عايزين مشاكل. لحظة وجاي أعلم عليهم. ارجع يا حمادة مش عايزين مشاكل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المنزل ده؟ ده منزل ده يا حاج ولا ايه؟